وقلنا ان احنا بنضطر نغير، ان احنا نغير الميول لما يكون عندنا طبيعة الارض محتاجة لكده. بس يعني نغير الميول دي، الطيارة دي ساعات بتكون فيكل تقيلة جدا، فهل انا بغير الميول بمزاجي مكان ما انا عايز، يعني كل شوية اغير الميول عشان امشي مع طبيعة التربة، ولا انا عندي قواعد بتحكمني في القصة دي؟ فقال لك عندنا في مواصفة بتوصف لي distance between slow changes، يعني أنا المسافة اللي بعديها أقدر أغير الميول بتاعتي. المواصفة دي بتقول لي the distance between the points of intersection of two successive curves should not be less than. أنا لما بغير الميل بيبقى عندي خلينا أوريكم الشكل ده مثلا، وبعدين نرجع تاني للسلايد اللي فاتت. لو أنا عندي سلوب اسمه X صاعد، وبعديه سلوب اسمه Y هابط ماشي، وبعديه سلوب تاني اسمه Z صاعد أو أيا كان، خلاص نقطة التقاطع الأولانية دي تقاطع منين، صح ولا مش صح؟ ونقطة التقاطع التانية دي تقاطع منين كمان؟ المواصفة بتوصف لي المسافة دي ما بين تقاطع الميلين الاولانيين وتقاطع الميلين التانيين، عشان ما افضلش ماشي كده عمال اطلع وانزل واطلع وانزل بالميول بتاعتي. فقال لك ان الدي بتساوي حاجه من اتنين. نرجع بقى للسلايد اللي فاتت، احنا عرفنا ايه هي المواصفه اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي المسافه ما بين البوينتس اوف انترسكشنز اوف جريد. قال لك البوينت اوف انترسكشن اوف جريد نوت بي ليس ذان ايه، رقم A حاجة من الثلاثة دول، ورقم B 45 متر which ever is greater. طيب في رقم A هو بيقول لي إيه بقى؟ قال لك the sum of absolute numerical values of the corresponding slope changes multiplied by the appropriate values as follows. مجموع الـ absolute numerical values of the corresponding slope changes، التغيرات في الميول ماشي، اللي هي ميل ناقص ميل يعني. بس بما ان بنقول ميل ناقص ميل، فالقيمة دي مفروض ممكن تطلع موجبة او ممكن تطلع سالبة على حسب الميل الاولاني صاعد والميل التاني هابط او العكس. فقال لك الابسوليوت نوميريكال فاليوز، القيمة الابسوليوت اللي هي القيمة المطلقة ماشي، ملتبلايد باي رقم، الرقم ده بيعتمد على تصنيف المطار ماشي. قال لك 30,000 لو الكود نمبر 4، و 15,000 لو الكود نمبر 3، و 5,000 لو الكود نمبر 1 او 2 تمام. طيب دي قيمة هتطلع من ايه على حسب الكود نمبر بتاع المطار ايه او الرانوي ايه ماشي. القيمة دي ايا كانت هنقارنها بال 45 اللي موجودة في بي، ونختار الكبيرة منه ماشي. طب عشان الدنيا ما تبقاش صعبة علينا ماشي، نحاول نفهم القصة دي. فبيقول لك يعني على سبيل المثال دي for runway where the code number is 3 should be at least 15,000. جبناها منين؟ من السلايد اللي قبليها، وقال لك 30,000 لو الكود نمبر 4، و 15,000 لو الكود نمبر 3، و 5,000 لو الكود نمبر 1 او 2. مضروبه في ايه ال 15,000؟ قال لك الميل اكس ناقص الميل واي القيمه المطلقه بتاعته، زائد الميل واي ناقص الميل زد القيمه المطلقه بتاعته، مضروبة في الكلام ده يطلع بالمتر ماشي. وقال لك x ناقص y ما بين علامتين القيمة المطلقة دي being the absolute value أو absolute numerical value of x ناقص y، والy ناقص z ما بين علامتين القيمة المطلقة، قال لك absolute numerical value of y ناقص z. حد فاهم حاجة؟ طب ناخد مثال، انتوا معايا ولا لا الاول؟ مع حضرتك يا دكتور. طب الحمد لله، السلايدز عندي معلقه بس اي اسيوم لو خدنا مثال هتكون اوضح للقصه دي. اهو يعني على سبيل المثال لو انا عندي في المثال اللي قدامنا اللي فات كان الميل X بيساوي موجب 1/100 اللي هو 1% يعني، وكان الميل Y بناقص 0.5%، وكان الميل Z بموجب 0.5%. فقال لك X ناقص Y اللي هي موجب 1 ناقص ناقص 5 من 1000
يبقى بيساوي 15,000، دي قيمة مطلقة 15,000. الواي ناقص زد ناقص 5 من 1000 ناقص موجب 5 من 1000 هيطلع ناقص 1 من 100، القيمة المطلقة بتاعتهم 1 من 100. فعشان نشوف السبيسيفيكيشن المفروض ان احنا هنشوف ال15 من 1000 زائد ال1 من 100 مضروبة، ما نجمعهم الاتنين مع بعض ونضربهم في 15,000 عشان الكود نمبر بتاعنا 3، فيبقى 15,000 مضروبة في المجموع بتاع القيمة دي هيطلع 375 متر. 375 متر اللي يطلعوا من item A نقارنهم ب 45 متر اللي في item B which ever is greater. طبعا اكيد واضح ان 375 اكتر من 45، فالمسافة دي المفروض ان هي لا تقل عن 375 متر هنا في الحالة دي. ماشي، الكلام ده يتغير لو الكود نمبر 4، فهنضرب بدل 15,000 هنضرب 30,000، ف 375 متر دي هتطلع لنا ب 750 متر للميول دي. هيتغير لو الميول اتغير نحسب الميول تاني، هيتغير لو الكود لتر كمان اتغير بقى 1 او 2، فانا هضرب القيمة اللي بين قوسين دي في 5000 مش في 15,000. ماشي، لو الرقم طلع اقل من 45 متر which نادرا ما بيحصل، فيبقى المسافة دي لا تقل عن 45 متر. لحد كده مفهوم؟ طيب احنا اتفقنا ان انا من الويند روز قلنا ان انا بطلع الاورينتيشن بتاع الرانواي، فبعض الاحيان ممكن يكون عندي مطار مالوش الا اتجاه بريفيلينج ويند دايركشن واحد، فالمفروض هعمل له رانوي واحد لو هو السعه بتاعته محتاجه الرانوي واحد. لكن لو انا عندي عدد رحلات طيرانيه كتير فانا المفروض ان هيكون عندي اكتر من رانوي في نفس الاتجاه. فعندنا مواصفه بتحكم الديستنس بتوين بارلل رانويز، لو انا عندي اكتر من رانوي هخلي المسافه بينهم كام. فقال لك where parallel instrument to runways are intended for simultaneous use subject to conditions specified in كذا المواصفه، يعني فوليوم كذا، the minimum distance between their center lines should be كام بقى؟ قال لك 1035 متر for independent parallel approaches، 915 متر for dependent parallel approaches. ايه الفرق بين ال independent parallel approaches وال dependent parallel approaches؟ حد عارف الكلمة؟ حد عنده استعداد يشارك معانا؟ هو ديبندنت ده يعني ممكن معتمد على حاجة ايوه. الابروشيز الاول بص في فرق عشان هكمل قراءة الاربعة ايتمز وبعدين نتكلم فيهم. قال لك 760 متر فور اندبندنت بارلل ديبارشرز و760 متر فور سيجريجيتد بارلل اوبريشن. يعني في ابروشيز وفي ديبارشرز. الابروشيز اللي هي الاقترابات من المطار اللي هي بتمثل عمليات الهبوط، ماشي، والديبارشرز اللي هي بتمثل عمليات الرحيل او الاقلاع. فقال لك لو انا عندي الرانويز المتوازيه دي هحط المسافات بينهم بتساوي 1035 متر فور اندبندنت بارلل ابروشز، ان الاثنين رانواي اللي انا بحط المسافه بينهم 1035 متر كل رانواي فيهم هيشتغل بدون الاعتماد على الاخر، اندبندنت يعني بشكل مستقل غير معتمد على الرانوي الاخر، مفيش يعني مفيش طيارات من هنا هتستنى الطيارات اللي هنا لما تعمل عمليات الهبوط بتاعتها، كل واحد شغال لوحده. ماشي، فهحط المسافه بينهم 1035 متر عشان ما يحصلش تداخل. تمام، 915 متر فور ديبندنت بارلل ابروشز. ان 915 متر دي مسافه، افرض انا عندي مكان المطار مش كبير لدرجه ان انا احط المسافات ما بين الرانويز وبعضها 1035، ممكن يكون عندي 3 او 4 رانوي، فما عنديش ان انا احط 1000 متر وشويه ما بين كل واحد والتاني، فممكن احط 915 متر. بس في الحاله دي هيبقى الابروشز ديبندنت، يعني ايه؟ يستنوا الطيارات مع ابراج المراقبه، ده بفروق طبعا صغيره في الوقت لكن ما زالت هي فروق بتعطل عمليات الهبوط. ماشي؟ ما ينفعش يقل عن 915؟ ما ينفعش يقل عن 915؟ ايوه ده سؤال مش كده؟ في الحاله اللي بعدها على طول اجابه السؤال بتاعك
قال لك 760 for independent parallel departures و760 for segregated parallel operations. قصدي لو هما ديبندنت ممكن الطيارة تستنى التانية أو كده. بصوا يا جماعة، هي عملية الإقلاع مش هي العملية الأخطر على فكرة. العملية الأخطر دايما هي عملية الهبوط، لأن الطيارات بتبقى متعلقة في الجو وعمالة تلف لحد ما المطار يديهم البرميشن بعملية الهبوط، ماشي؟ فهتلاقي حتى المسافات بتزيد جامد لما نكون بنتكلم عن عمليات الهبوط مش عن عمليات الإقلاع. يعني احنا محتاجين عشان يبقى عندنا independent parallel approach 1035 متر، بينما عشان يبقى عندنا independent parallel departure محتاجين 760 متر. الفرق كام؟ حوالي 270 متر ولا حاجة، ماشي. في حاجة تانية اللي هي segregated parallel operations. فاكرين وانا بفرجكم الكونفيجريشن بتاع الران وايز لما قلت لكم ساعات يحطوا التو ران وايز المتوازيين، بس ما يخليش البداية مع البداية ولا النهاية مع النهاية، يعمل شيفت كده ويحط التيرمينال بيلدينج في النص. ايوه لما يكون ما عنديش مسافات تكفي انا بعمل الحكاية دي، لانه المواصفة بتقول للسيجريجيتد بارل اوبريشنز، اوبريشنز نقصد بيها الهبوط والاقلاع وكل حاجة، محتاج 760 متر بس المسافة ما بين التو ران ويز من السنتر لاين للسنتر لاين. عشان كده لو انتوا عملتوا الواجب اللي انا قلته لكم لما كنت معاكم في المحاضرة وقلت لكم حاولوا تبصوا على جوجل ايرث وجيبوا صور المطارات من فوق، حد فيكم حاول يعمل الحكاية دي؟ مفيش حد خالص؟ نهائي؟ طيب إذا if you got interested يعني وحاولتوا تعملوا الحكاية دي وحاولتوا تتفرجوا على المطارات من جوجل ايرث أو على صور المطارات حتى على جوجل ايمجز العادية، بس اكتب ايربورتس ماشي landscape، هتلاقوا ان السيجريجيتد parallel configuration اللي هو الاتنين runway المتوازيين لكن في بينهم مسافة، في بينهم شيفت ما بين البداية والبداية والنهاية والنهاية، هتلاقوا ان الشكل ده بيتكرر كتير لانه بيوفر جدا في التصميم، مش بس زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت في اطوال الاكزيت تاكسي ويز، لا في المنوفر في حركة المناورة لعمليات الهبوط والاقلاع، في المسافات ما بين الران ويز. فبيقول لي المواصفة بتقول ان انا محتاج 760 متر بس مسافة ما بين السنتر لاين للسنتر لاين لو انا هعملهم segregated parallel اللي هو في شيفت ما بين الاثنين رانواي. عندنا حاجة كمان اسمها side distance، احنا شفناها في الطرق، عايزين نبص عليها في الرانوايز. فقال لك ديبارشر دي يعني افندم السلايد اللي فات السطر قبل الاخير، السطر اللي قبل الاخير ايه شويه ديبارشر دي يعني ديبارشر يعني ايه؟ اوف ثانيه واحده يا شباب، الديبارشر اللي هو الرحيل او الاقلاع، ماشي. انا عندي عصفوره محبوسه في البيت بقالها فتره وكل شويه تروح جايه راحه طايره خبطه راسها في المرايه، خلوني احاول اخرجها كده. ماشي شباب، هي ماتت ولا ايه؟ ثانية واحدة.
سوري باشمهندس اللي كان بيسأل ديبارشرز يعني رحيل او اقلاع، كان ايه سؤالك بقى؟ معلش زي ما قلنا عمليات الهبوط بتحتاج مجال اكتر من الاتساع ما بين الران ويز عشان الطيارات تفضل تلف جو لحد ما تعمل عملية الهبوط، فعشان ما يحصلش تداخل ما بين الحركات الطيرانية في الطيارات اللي جاية بتعمل هبوط، فبتبقى المسافات المطلوبة أوسع شوية من المسافات المطلوبة للإقلاع. الإقلاع الطيارة بتبقى موجودة على أرض المطار، حتى لو كانت بتعمل منوفر أو مناورة فهي بتعمل منوفر دي وهي على الأرض، فما فيش أي خطورة لأنه الطيارات بتبقى شايفة بعضها كويس ماشي، غير لما تكون في الجو. فبتبقى المسافات المطلوبة للـ Independent Parallel Departures حوالي 760 متر، للاندبندنت بارالل ابروشز اللي هي عمليات الهبوط 1035 متر. لو عملناهم سيجريجيتد، يعني ايه سيجريجيتد؟ يعني المسافات بينهم زي ما قلنا كده، البدايه مش مع البدايه والنهايه مش مع النهايه، عملنا الشيفت ده، فاحنا محتاجين لكل الاوبريشن سواء كانت هبوط او اقلاع مسافه 760 متر من السنتر لاين للسنتر لاين. لحد كده الدنيا واضحه؟ انا كده يا دكتور مش ممكن اوفر الحالتين اللي في الاول دولت واعمل السجريجيت لكله، هيبقى اوفر معايا في المسافات وكل حاجه؟ الناس على حسب المساحات المتاحه عندها، زي ما قلت لكم في بعض المطارات بتعملها دول مش بتعملها اشخاص، فالاعتبارات مش بتبقى دي الاعتبارات الوحيده. طبعا بوفر، والدليل على كده انا قلت لكم بصوا في الصور هتلاقوا مطارات كتير جدا الشكل اللي بنقول عليه ده شكل شائع، لكن هو مش شكل كل المطارات، ناس عندها اعتبارات كتيره، ده مش الاعتبار الوحيد. تمام تمام طيب هنتكلم على السايد ديستانس ماشي. عشان نتكلم على السايد ديستانس، اولا احنا عندنا مطارات فيها سنجل ران واي، فنتكلم على السايد ديستانس بتاعت السنجل ران واي الاول، وبعدين بعد كده نتكلم على بقيه الكونفيجريشن. معلش يا شباب اديني ثانيه واحده. الو ايوه استاذ شاهين، صباح الفل. طيب انا نازله حضرتك هنا. طيب انت معك وصله ليه؟ طيب انا نازله لك هنا. بص يا شباب انا بعتذر جدا جدا، بس انا لازم انزل حالا ادفع وصل المياه واطلع على طول ماشي. لو سبتكم 5 دقايق فيها مشكله؟ الو. لا تمام يا دكتور. معلش انا اسفه جدا لان ما فيش معايا حد في البيت، والموضوع ده هيعمل لي مشكله ومشوار للشركه وفيلم كبير. دوني 5 دقايق اوكي. انا بعتذر جدا.
الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بعتذر، أنا آسف. فهنتكلم على side distance لما يكون عندنا single runway. ف بيقول لك إن where slope change cannot be avoided، لما ما نقدرش نتجنب إن إحنا نغير في الميول. هنشوف ال unobstructed line of sight، ماشي، اللي هو الخط اللي معليهوش خط الرؤية اللي معليهوش obstructions. وقال لك إن ده هيبقى طبعا على حسب تصنيف المطار. ففي حالة تصنيف المطار ال C وال D وال E اللي هو المطارات الكبيرة بالطيارات الكبيرة، قال لك any point 3 meters above the runway to all other points 3 meters above the runway within a distance at least of at least half the length of the runway، نص طول الرنواي. بس ارتفاع، خلي بالكم، لما لو انتوا فاكرين لما كنا بنحسب السايد ديستانس في الطرق كان دايما بناخد ارتفاع خط النظر معانا وارتفاع الاوبجكت معانا. فهو هنا بيدين ارتفاع خط النظر بتاعي، هو في حالة المطارات السي والدي والاي خط النظر بتاعي ارتفاعه 3 متر to all other points اللي برضو ارتفاعهم 3 متر عن الرانوي. في حالة الرانوي من النوع بي، قال لك any point 2 meters above the runway to all other points above the runway within the distance of at least half the length of the runway. هم كلهم half the length of the runway، بس ارتفاع خط النظر هو اللي بيفرق لانه حجم الطيارة بيفرق، فارتفاع خط النظر بيتغير. اتفقنا ان الطيارات من السوق من نوع C و D و E هي اكبر الطيارات، فخط النظر فيها بيبقى عالي على ارتفاع 3 متر. في حالة المطار من النوع B ارتفاع خط النظر 2 متر، وفي حالة المطار من النوع A دي طيارات صغيرة خالص، فقال لك ارتفاع خط النظر بيبقى 1.5 متر. فقال لك ال unobstructed line of sight بيبقى any point 1.5 meters above the runway to all other points 1.5 meters above the runway within a distance of half the length of the runway. طيب ما نقلقش من الكلام الكتير دون. خلينا نقول، طب انا دلوقتي الكلام ده لو كان عندي سنجل رانواي، طب لو انا عندي اتنين رانوايز متقاطعين، ماشي. فقال لك في الحالة دي هنعمل حاجة اسمها visibility area. خلينا نسيب نسيب السلايد اللي فيها الكتابة دي ونبص على السلايد اللي فيها الرسم، بس نفهم منه اكتر. لو انا عندي اتنين رانواي متقاطعين زي الاتنين رانواي اللي عندنا كده، ماشي، هيبقى عندنا منطقة بنسميها الفيزابيليتي زون او الفيزابيليتي اريا اللي هي متظللة باللون الرصاصي. وعشان اكتشف ايه الفيزابيليتي او احدد ايه الفيزابيليتي زون او الفيزابيليتي اريا، هجيب الاربع نقط اللي هم A و B و C و D، ماشي، ووصل بينهم. يبقى المنطقة دي لازم تكون المنطقة المكشوفة في التصميم بتاع الرانواي. هجيبها ازاي؟ قال لك لما يكون الطول ايه، طبعا الطول هنا من نقطة التقاطع لحد نهاية الرانواي. لو في اربع حالات، حالة ايه اللي هي نقطة التقاطع لحد نهاية الرانواي اقل من او يساوي 250 متر، ماشي. فقال لك باخد نقطة نهاية الرانواي هي النقطة بتاعت او الحرف بتاع الفيزابيليتي زون بتاعتي. او في حالة تانية اللي هي الحالة بي، لما يكون الطول بي اقل من 500، اكبر من 250 بس اقل من 500، ففي الحالة دي باخد المسافة 250. المكتوب 225 ده كانت المواصفات القديمة، فباخد المسافة 250. قال لك الحالة الثالثة كمان، لو السي اكبر من 500، اكبر من 500 متر، ماشي، فباخد المسافة من نقطة التقاطع لحد نهاية الرانواي اخد نصها. يعني لو المسافة دي سماها دي، فباخد نصها واجيب الفيزابيليتي زون بتاعتي. برضو نفس القصة بالنسبة للمسافة سي، قال لك المسافة من نقطة التقاطع لحد نهاية الرانواي اكبر من 500، فباخد نص المسافة. لو وصلت ما بين الاربع نقط دول يديني الفيزابيليتي زون او الفيزابيليتي اري. طب نقرا الكلام ده، هو واضح على الرسم الاول؟ شباب، الو، السلام
أنا دكتور، أنا دكتور محرض. واضح يا فندم. طيب نقرا الكلام ده عشان نفهم. قال لك انه الفيزابيليتي زون بيقول لك consideration will have to be given to providing an obstructed line of sight over the entire length of a single runway where a full length parallel taxiway is not available. بس بيقول لك where an aerodrome has intersecting runways, additional criteria اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي on the line of sight of the intersection area would need to be considered for operational safety. عشان السيفتي فهيبقى عندنا كده additional criteria. A clear line of sight between the ends of intersecting runways is recommended. Terrain needs to be graded and permanent objects need العوائق اللي هي permanent need to be located so that they will be unobstructed. There will be unobstructed line of sight as tabulated in annex kaza from any point to any corresponding point above the intersecting runway center line within the runway visibility zone. The runway visibility zone is formed by imaginary lines connecting the two runway visibility points. The visibility points دي بقى بنجيبها ازاي؟ As shown in figure اللي احنا وريناه لك من شويه, the location of each runway visibility point is determined as follows. دي اللي احنا كنا بنشرحها. If the distance from the intersection of two runway center lines to the runway end is 250 meter or less, the visibility point is on the center line of the runway end. لو اقل من 250 متر يبقى ال visibility point على نهاية ال runway. قال لك في حاجة تانية, if the distance from the intersection of the two runway center lines to the runway end is greater than 250 but less than 500, أكبر من 250 بس أقل من 500, the visibility point is on the center line 250 meters from the intersection of the two runway ends. هناخدها على مسافة 250 متر من التقاطع, نقطة التقاطع. Sorry. If the distance from the intersection of the two runway center lines to the runway end is equal to or greater than من 500 وأعلى, قال لك باخدها في نص المسافة. The visibility point is on the center line midway between the runway end and the intersection of the center lines. يبقى تاني لو أقل من 250 متر زي عند الـ end A باخد نهاية الـ runway. لو أكبر من 250 بس أقل من 500 باخدها على مسافة 250, والـ 225 اللي مكتوبة دي المواصفات القديمة. خلي بالكم ان هي موجوده هنا في الكتابه اهي 250 ماشي, فباخدها على مسافه 250 من نقطه التقاطع. لو المسافه من نقطه التقاطع لحد نهايه الران واي اكبر من 500 واقل, يعني اكبر من 500 اكبر من او يساوي 500, قال لك ان انا باخدها في نص المسافه ماشي. لو وصلت ما بين الاربع نقط دول بجيب الفيزابيليتي زون بتاعه الران واي. الحاجه اللي هنتكلم فيها اخر حاجه في اتفضل. هي الفيزابيليتي زون ديت هي ايه؟ هي منطقة لازم تكون متطبق فيها القواعد بتاعة السايد ديستانس اللي خدناها في السلايد اللي قبليها. يعني المنطقة دي بالكامل لازم يكون لو الطيارة من النوع سي او دي او اي لازم تكون شايفة كل نقطة في الفيزابيليتي زون على ارتفاع 3 متر من خط نظر ارتفاعه 3 متر. لو بنتكلم على ران واي او طياره من النوع بي فيبقى لازم كل الفيزابيليتي زون تكون متشافه للطيار على ارتفاع 2 متر لو هو خط النظر بتاعه ارتفاعه 2 متر. تمام. يعني تكون خاليه من العوائق, تكون كل الدنيا مكشوفه بالنسبه له. ماشي. عندنا حاجة أخيرة هنتكلم فيها في موضوع الجيومتريك ديزاين, هي الايربورت كاباسيتي, السعة بتاعة الايربورت. وقال لك ده بتتعرف بالنمبر اوف ايركرافت موفمنتس which an airport can process within a specified period of time with an average delay within the acceptable limit. اللي هو نقصد بيه يعني عدد الحركات الطيرانية اللي بتتعمل في فترة زمنية عادة بتكون ساعة يعني, وطبعا بيكون في ديلي بس يكون within acceptable time limit. دي اسمها الايربورت كاباسيتي. هي بتتعرف بالتعريف ده
وقال لك as the total number of aircraft movements per hour increases the average delay to the departures departing aircraft also increase. المواصفة بتقول ان الـ average delay time 6 دقايق. في ناس من اللي سافروا هيقولوا ان احنا بن experience ساعات delay time اكتر من كده. الست دقايق ده مقصود بـ لكل الطيارات في كل المطار، ده الـ average delay period. ليه احنا مهتمين نعرف الـ airport capacity؟ لان بالنسبه لنا كديزاينرز الايربورت كاباسيتي بتعتمد على الرانواي كاباسيتي، ماشي؟ فلو كل ما صممنا الرانواي بالمواصفات اللي احنا قلناها دي، فاحنا بنزود الساعه بتاعه الرانواي وبالتالي بنزود الساعه بتاعه المطار كله. احنا متاخرين، فانا مضطر ابدا في المحاضره اللي بعدها عشان احنا بالفعل متاخرين. طب ممكن حضرتك ترفع لنا على التيم؟ هي دي مش مرفوعة؟ لا تقريبا اخر حاجة رقم 4. هي احنا لسه في رقم 4 على فكرة. رقم 4 الجيومتريك ديزاين. خليني اقول لك مرفوع لحد فين حضرات؟ المفروض لحد واقف تقريبا لحد 14 اللي حضرتك لسه مخلصاه دلوقتي. طيب هرفع لك انا حاضر الايه؟ المحاضرة الجديدة. هي موجودة دلوقتي معاكم على التيمز. في حاجات منها كتير احنا قلناها، فأسيوم ان هي مش هتكون صعبة. احنا اتكلمنا على كذا حاجة فيها، بس خلينا نتكلم على الحاجات اللي احنا ما قلناهاش قبل كده. في حاجة اسمها انا لما باجي اعمل بلاننج لمطار، احنا ابتدينا بالجزء بتاع الرانوي الاول، بس الفكرة ان انا لو ببتدي اشتغل، انا بشتغل على المطار كله، فبشتغل على حاجة اسمها ايربورت ماستر بلان. فقال لك هي ايه بقى الماستر بلان دي؟ قال لك دي ريفيرز تو ذا بلانر ايديالايزد كونسبت اوف ذا فورم اند ستراكشر اوف ذا التيميت ديفلوبمنت اوف ذا ايربورت. يعني ايه الكلام ده؟ الناس لما بتيجي تعمل مطار ما بيبتدوش بالتصميم الأخير اللي هو بيتنفذ. الحقيقة الناس بتبتدي في البداية خالص بيبقى عندهم كونسبت معين، وممكن يكون في كذا ألترناتيف. في الآخر بيختاروا حاجة منهم، والحاجة اللي بيختاروها دي هي اللي بيقدموها عشان تتنفذ. وعادة الحاجة اللي بيقدموها دي بتبقى مش المطار اللي هيتنفذ حالا وبس، لا، المطار اللي هيتنفذ بالتوسعة المستقبلية المخططة بتاعته. عشان كده بيقول لك ان هي الماستر بلان دي refers to the planner's idealized concept. الكونسبت او المفهوم الايديالايزد اللي هو الايديال اللي اختاره من كل اللي عمله، of the form and structure of لشكل وتركيب المطار. بس انهو مطار؟ الالتيميت ديفلوبمنت اوف ذا ايربورت. يعني ساي المطار هيتنفذ النهارده بمرحله واحد، انا ما بقدمش تخطيط لمرحله واحد بس في الماستر بلان، انا بقدم كل اللي هيتعمل في المطار، سواء مرحله واحد او اتنين او ثلاثه. طب حد يقول لي ان الحاجات دي ما بتتنفذش ورا بعضها وبتاخد وقت طويل جدا قبل ما اتنفذت؟ على سبيل المثال زي عندنا مطار القاهره، يعني مطار القاهره ده اتعمل من القرن الماضي، ثلاثينيات القرن الماضي مثلا اللي فات، واخر تعديل كان معمول فيه كان معمول سنه يمكن 2008 ولا حاجه، يعني بعد زي 100 سنه.
هل التخطيط الاولاني خالص هم عاملينه هو كان اللي عملوه في 2008؟ لا مش هو، لكن لان طبعا الادوات والمعلومات واساليب التخطيط واساليب الانشاء اتغيرت، لكن الفكره في انه الشكل اللي كان موجود في الماستر بلان هم بيبقى معروف بالنسبه لهم الكونسبت الاساسي، وابتدوا طوروا فيه على قد الادوات والماتيريال المتاحه. فبيقول لك عشان كده بيقول لك this plan is not simply the physical form of the ultimate development but a description of the staging and both financial implications and the physical strategies involved. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك مش بس الفيزيكال فورم بتاعت مش بس شكله هيبقى عامل ازاي، لا بيوصف الستيجنج المراحل بتاعته وكل المشاكل اللي خلتهم ما يقدروش ينفذوا المراحل دي دلوقتي ويأجلوا، ماشي، سواء كانت فاينانشال او فيزيكال، يعني سواء كانت مشاكل ليها علاقة بالفلوس، ماشي، او مشاكل ليها علاقة بالتنفيذ، استراتيجيات التنفيذ. وقال لك الماستر بلانينج كان ابلاي تو ذا كونستراكشن اوف نيو ايربورت از ويل از تو سيجنيفيكانت اكسبانشن اوف اكزيستينج فاسيليتيز، سواء كان مطار بيتعمل جديد او توسعه لمطار موجود فعلا. فهو بيقول لك ان الماستر بلانينج بيتعمل في الحالتين، يعني توسعه كبيره او امتداد كبير لمطار فبنعمل له ماستر بلان. طيب الماستر بلان اوبجكتيفز هي ايه؟ اهداف الماستر بلان دي ايه عشان نعرف ايه اللي هيبقى موجود فيها؟ قال لك رقم واحد to provide an effective graphical presentation of the ultimate development of the airport. يبقى عندنا رسومات graphical presentation يعني تمثيل بالرسم لل ultimate development للمطار وال anticipated land uses adjacent to the airport. الناس عادة زي ما قلنا لما بتبدأ المطارات في مناطق مش مزدحمة بالسكان، بتبدأها في مناطق ممكن تكون فاضية، وبيبقى لازم يكون عنده توقع لللاند يوز حوالين المطار هتكون شكلها ايه عشان ما يسمحش بالتوسعه العشوائيه. تاني حاجه to establish a schedule of priorities and phasing، بيبقى في جدول كده لايه البريورتيز، ايه الاولويات وايه المراحل بتاعه الران واي، فقال المطار انا اسف. For the various improvements proposed in the plan to present backup information and data. يعني ايه باك اب انفورميشن اند داتا؟ يعني مثلا على سبيل المثال احنا اخترنا الران واي في الاتجاه ده عشان كان عندنا اتجاه الرياح، عندي الداتا بتاعت الرياح لمده 5 سنين ولا لمده 10 سنين كذا وكذا وكذا، يبقى الباك اب انفورميشن زي الاحوال الجويه، زي الجسات اللي اتعملت للتربه، زي اي حاجه اتعملت ليها علاقه بالتصميم اللي طلع ده لازم تكون الباك اب انفورميشن دي موجوده مع الماستر بلان. فقال لك which were essential to the development of the master plan. رقم 4 قال لك to describe the various concepts and alternatives. قلنا الماستر بلان بيكون اتعملت بس سبقها alternatives بدائل، فقال لك كل الكونسبتس وكل الالترناتيفز تكون موصوفه في الماستر بلان. قال لك to describe the various concepts and alternatives which were considered in the establishment of the proposed plan. طيب دي اهداف او الاوبجكتيفز بتاعه الماستر بلان. ايه بقى اللي المفروض يكون موجود في الماستر بلان دوت او العناصر بتاعتها؟ فقال لك الاف اي اي اللي هي الفيدرال افيشن ادمنستريشن specifies a number of elements which are generally to be included in any master planning exercise. زي ايه؟ قال لك اول حاجه الاورجنايزيشن اند بري بلاننج، التنظيم بتاع الماستر بلان وايه اللي حصل قبل ما يعملوا الماستر بلان اللي هو البري بلاننج. وقال لك انفنتوري اوف اكزيستنج كونديشنز اند ايشوز، جرد كل الظروف اللي موجوده دلوقتي وحتى للمشاكل اللي موجوده. الافيجن ديماند فوركاست، اي مطار بيتعمل اي حاجه بتتعمل لازم تعرف الترافيك اللي هيستخدمها قد ايه، فده اسمه الديماند اللي مطلوب قد ايه، سواء كان الديماند ده مطلوب معروف او تم التنبؤ بيه، فعشان كده بيقول لك aviation demand forecast. requirements analysis and concept development، ايه اللي كان مطلوب وايه الكونسبت اللي اتعمل اللي اتجهز
عشان يتعمل بناء عليه المطار. رقم خمسة الـ Airport Site Selection، ده موضوع مهم جدا، قلنا ان بيخش فيه حاجات كتير وهنتكلم عنه كمان شوية، اللي هو اختيار موقع المطار. رقم ستة الـ Environmental Procedures and Analysis، الـ Environmental حاجات اللي متعلقة بالبيئة زي الأحوال الجوية، درجات الحرارة، الرياح، الضغط، الارتفاع عن سطح البحر، كل حاجة ليها علاقة بالـ Environmental Procedures والاناليسيس بتاعتها تكون موجوده معانا. السيميوليشن، المطارات لما بتصمم دي حاجه مش تبعنا احنا قوي في مدني، بس بيتعمل محاكاه لعمليات الهبوط والاقلاع فيها، فالسيميوليشنز دي المفروض تكون موجوده مع الماستر بلان. الايربورت بلانز، المساقط الافقيه للمطار. البلان امبلمنتيشن، الخطه دي تم تنفيذها ازاي او هيتم تنفيذها ازاي، خطوات التنفيذ يعني. طيب احنا قلنا ان اختيار موقع المطار حاجة مهمة جدا، ويمكن اتكلمنا او دردشنا فيه في عدد من المحاضرات اللي فاتت، فهنتكلم على العوامل اللي بتتدخل في الـ Airport Site Selection. فقال لك انه اختيار موقع مناسب للمطار بيعتمد اول حاجة على الكلاس بتاعت المطار، يعني هو مطار كبير ولا مطار صغير، العوامل اللي موجودة هنا دي للمطارات الكبيرة، بس المطارات الصغيرة ممكن بعض العوامل تنطبق عليها وحاجات تانية ما تكونش مهمة قوي. فقال لك الـ factors listed below are for the selection of a suitable site for a major airport installation. ايه بقى الحاجات دي؟ اول حاجة حاجة اسمها regional plan، الخطة الاقليمية او الخطة بتاعة المنطقة بالكامل. ما ينفعش اعمل مطار وهو مش متفق مع الخطه بتاعه الاقليم في الدوله اللي هيتعمل فيها، لان الدوله بيبقى ليها تخطيطات لكل منطقه على حسب التطور بتاعها اللي بيجي من وزارات زي وزاره التخطيط وليها علاقه بالمنطقه. فلازم يكون موقع المطار متفق مع الريجونال بلان او مناسب للريجونال بلان، الخطه الاقليميه للموقع او المكان. تاني حاجة الـ Airport Use، استخدام المطار. المطار لو مطار صغير غير مطار كبير، ولو مطار عسكري غير لو مطار مدني. المطارات العسكرية عادة بنحتاج ان احنا نعملها في مناطق مخفية مش باينة قوي، لكن المطار المدني لا، المطار المدني المفترض ان هو بيستخدم للطيران المدني، ودي حاجات محمية بموجب الاتفاقات الدولية وكده، حتى في حالات لا قدر الله بعد شر الحروب. في حالة الحرب على فكرة المطارات المدنية ممكن الجيش ياخدها ويستخدمها كمطارات عسكرية لو هو متوفر فيها المعايير اللازمة ليه، تمام؟ فاستخدام المطار في مطارات مش ليها علاقة، احنا طبعا احنا في الكورس بتاعنا بنتكلم فقط عن المطارات بتاعة الطيران المدني، لان احنا دي اللي تهمنا. في مطارات صغيرة خالص بيبقى ليها علاقة بالطيارات بتاعه رش المبيدات الزراعيه، والطيارات بتاعه اطفاء الحرائق في الدول اللي بيحصل فيها حرائق غابات، فاستخدام المطار بيحكم الموقع بتاعه. الثالث حاجه البروكسيميتي تو اذر ايربورتس، انا ما يبقاش عندي مطار واروح اعمل مطار جنبه وفي مناطق فاضيه ما فيهاش مطارات، فيبقى المسافات من المطارات بتتحكم في اختيار موقع المطار. رابع حاجه الجراوند اكسسبيليتي، المطار المفروض ما يكونش في وسط المناطق السكنية، لكن كمان ما يكونش المطار محتاج سفر عشان أسافر، أنا رايح المطار أسافر، مفروض المطار نفسه ما بقاش سفر. فأقرب مدينة المفروض أن هي تقع على بعد ما يزيدش عن 30 دقيقة من المطار اللي هيتم إنشاءه. التوبوغرافية بتاعة المكان، التوبوغرافية في بعض الأماكن ممكن تكون التوبوغرافية بتاعتها صعبة جداً، لدرجة ان احنا عشان نعمل مطار فيها لازم نعمل جريدنج للمنطقة بالكامل، وفي الحالة دي المطار التكلفة بتاعته هتزيد بسبب بس الجريدنج او التسوية للمنطقة. سادس حاجة الاوبستراكشنز او العوائق، والعوائق الحقيقة حاجة ميجور جدا في موضوع المطارات، لانها بتعوق عمليات الهبوط والاقلاع. فلو العوائق حاجة بسيطة وممكن ازالتها يبقى الموقع مناسب، لكن العوائق دي لو مهمة أو حاجة ما ينفعش إزالتها فممكن نعدل تماما عن اختيار الموقع ده للمطار. الفيزابيليتي، الرؤية،
عشان كده في اختيار موقع المطار الناس بتفضل لو مثلا تلة عالية أو تبة عالية بتبقى أفضل من بطن وادي مثلا. يعني لو سألناك وقلنا لك هل المطار ينفع في بطن وادي ولا في منطقة مرتفعة، المفترض منطقة مرتفعة لأن بطن الوادي هيتكون فيها الضباب والشبورة والأماكن اللي هي تخلي الفيزابيليتي مش واضحة. رقم 8 الويند، وطبعا أنا مش محتاجة أشرحها لأن احنا اتعلمنا مع بعض إن الأورينتيشن بتاع الرانوي معتمد كليا على الويند. النويز رقم 9، لو عمليات الهبوط والإقلاع بتسبب ضوضاء على حسب الاتجاه بتاعها لمناطق قريبة ممكن يكون فيها سكان، فممكن نعدل عن اختيار موقع المطار. رقم 10 الجريدنج والدرينج والسويل كاركترستكس اللي هو التسوية وصرف المية، إمكانية صرف المية ولا لأ، وخواص التربة في المنطقة دي. لو خواص التربة ضعيفة جدا بحيث إن احنا نحط عليها، طبعا الطيارات احنا اتفقنا إن هي فيكلز تقيلة وقوة الصدمة عند عمليات الهبوط بتكون مش بسيطة. احنا هنصمم الرانوي كويس، بس لو كانت التربة ضعيفة تحته فاحنا هنحتاج رانوي السمكات بتاعته او الثيكنسز بتاعت اللايرز بتاعته تكون كبيرة، وده شيء مش اقتصادي. لو كان احنا عارفين ان الرانويز بتبقى طويلة وعريضة ومنشآت غالية، فالسويل كاركترستكس من ضمن الحاجات اللي بتحكمنا في اختيار موقع المطار. رقم 11 الفيوتشر ديفلوبمنت او التنمية مستقبلا او التوسع المستقبلي في موقع المطار. لو انا عندي موقع مطار مناسب وكل الشروط اللي قبل كده توفرت فيه لكن مفيش امكانية للتوسع المستقبلي، فدي حاجة بتبقى عليها concern. رقم 12 الافيلابيليتي اوف يوتيليتيز فروم تاون، توافر اليوتيليتيز، واليوتيليتيز بنقصد بيها المية والكهرباء والغاز والإنترنت والحاجات اللي هي محتاجة لتوصيل، لأنه الخدمات دي كلها مفروض تكون موجودة في المطار. وآخر حاجة الإيكونوميك كونسيدريشن، ممكن يكون موقع متوافر فيه كل الشروط دي ولكنه غير مناسب لأنه مكلف اقتصاديا لأي سبب من الأسباب. ده لاي أوت لما يكون عندنا مطار بسنجل ران واي. لو خدنا بالنا من اللاي أوت ده هنلاقي إن عندنا الران واي وفي مجموعة من الإكزيت تاكسي واي، واحد عمودي هو اللي احنا بنسميه سلو إكزيت تاكسي واي، واتنين مايلين اللي بيبقى عليهم سرعات أعلى شوية فنسميهم الرابيد إكزيت تاكسي وايز. كل ران واي المفترض بيبقى له تاكسي واي موازي عشان نقدر نعمل عليه عمليات المناورة ونخرج الطيارات من على الران واي عشان ما تشغلش الران واي بشكل كبير. المناطق المظللة هي مناطق ريجيد بيفمنت، والمناطق الغير مظللة هي مناطق فليكسبل بيفمنت. ولو خدنا بالنا كده عندنا في بداية الران واي وفي نهايته في ريجيد بيفمنت. حد كده يفتكر لي؟ تخيلوا ليه بنحط ريجيد بيفمنت في بداية الران واي ونهايته؟ عشان الطيارة وهي بتعمل هبوط عشان ايه؟ الطيارة وهي بتعمل هبوط بتبقى احمال الصدمة عالية. تمام، طب في النهاية ليه؟ الأماكن ده لو مثلا الوقود بتاع الطيارة لو هغيره ولا حاجة ما يعملش تآكل للفليكسبل بيفمنت. يعني هو المفروض ان الطيارة ما بتسربش وقود عموما، ماشي، لكن خلينا نقول انه الطيارة لما بتعمل عملية الهبوط بعد كده بتبتدي تتباطأ لحد ما تخرج خالص من الرانواي. تمام، فلو هي متباطئة وهي كده كده المحركات بتاعتها بتخرج هوت بلاست اللي هو الأبخرة الساخنة، يعني فالأبخرة الساخنة دي مع التباطؤ والطيارة أصلا حملها تقيل، بيفكركم بحاجة لما يكون معدل تطبيق الحمل بطيء وفي درجات حرارة عالية وفي أحمال تقيلة، في عيب كده بيحصل بالظبط الراتين. لما يبقى عندنا الطيارة متباطئة وفي أبخرة ساخنة أو أدخنة ساخنة خارجة من المحركات بتاعتها
مع احمال الطياره اللي هي اوريدي تقيله، فممكن يحصل عندنا راتنج. الراتنج ما بيحصلش في الريجيد بيفمنت، عشان كده بنعمل النهايات بتاعه الران وايز ريجيد بيفمنت. البدايات بنعملها عشان خاطر موضوع الصدم زي ما انتوا قلتوا، ريجيد بيفمنت. التيرمينال بيلدينج في السنجل ران واي كونفيجريشن بيبقى قريب طبعا من التاكسي واي عشان الطيارات تفرغ وتعبي الحمولات بتاعتها. ده ابسط الشكل اللي قدامنا، ده ابسط لاي اوت لمطار. ده الران واي كروس سكشن بالميول بتاعته. احنا اتكلمنا عن الميول دي واحنا بنتكلم في الجيومتريك ديزاين. احنا اتكلمنا عن الايربورت كاباستي، بنتكلم دلوقتي على الران واي كاباستي. هي تعريفها برضو ان هي الابيليتي اوف ران واي سيستم تو اكوموديت ايركرافت لاندنج اند تيك اوف. في حاجه اسمها الالتيميت او ساتوريشن كاباستي اوف ذا ران واي، اللي هي الماكسيمم نمبر اللي بعديه الكام ماكسيمم نمبر اوف ايركرافت ذات كان بي هاندل during a given period of time under conditions of continuous demand. ايه اللي بيأثر في الرانوي كاباستي؟ اربع حاجات: الايركرافت، الاير ترافيك كنترول اللي هو التحكم او التوجيه اللي بيتم من ابراج المراقبه للطيارات، الكاركترستكس اوف ديماند، طيارات كبيره ولا طيارات صغيره. احنا متفقين ان الطيارات الصغيره بتحتاج طول قليل على الرانوي بعديها بتخرج منه على طول، لكن الطيارات الكبيرة بتحتاج طول أطول. الانفيرمنتال فاكتورز اللي ليها علاقة بالعوامل الجوية والضباب والرؤية والفيزابيليتي والرياح وكل حاجة. اللاي اوت بتاع اللاي اوت والديزاين بتاع الران واي سيستم اللي هو الايربورت كونفيجريشن يعني او الران واي كونفيجريشن. فعشان كده هنتكلم على الايربورت كونفيجريشن، انا كلمتكم عنه قبل كده لان هو بيأثر بشكل كبير جدا في الكاباسيتي بتاعه الران واي سيستم اللي عندنا. فبيقول لك a major determination of airport capacity is the overall layout and design of the system. الايربورت configuration is the most important factor and defined as the general arrangement of various parts or components of the airport system. The pattern of runway to be finally adopted as a site depends on the volume of air traffic. أنا كلمتكم عن الموضوع ده اللي هو بيعتمد على حاجتين: the volume of air traffic to be handled, direction, duration, and intensity of wind. اللي هما الويند روز يعني direction والduration والintensity اللي هما في الآخر بنعمل بيهم الويند روز. The availability of approaches والbasic patterns هي السنجل ران واي، البارل ران وايز، والانترسكتنج ران وايز، والنون انترسكتنج ران وايز. واحنا كنا شفنا الصور دي قبل كده بس هنوريها لك تاني. عندنا السنجل ران واي والبارل ران وايز اللي هي ممكن تكون بارل بالشكل بي او ستاجرد بالشكل سي اللي هي سيجريجيتد يعني، وفي انترسكتنج وفي نون انترسكتنج. وكنا شفنا الاشكال دي قبل كده في المحاضره لما كنا مع بعض في المدرج واتكلمنا عنها ماشي، ووريناكم حتى الصور دي كمان لما طلبت منكم الواجب في المحاضرة ان انتوا تبصوا في الصور بتاعة الرانويز على او المطارات على جوجل ايرث. لحد كده في حاجة صعبة؟ يا شباب احنا شفنا السلايد دي قبل كده في المحاضرة اللي قبلها ماشي. الجدول ده بقى بيقول لي الكاباستي بتاعه المطارات بتبقى عامله ازاي على حسب الكونفيجريشن بتاعها. الجدول ده للاطلاع فقط وليس للحفظ، بصوا عليه وخلي بالكوا الكاباستي بتتغير ازاي لما الـ الترتيبه بتاعه الرانويز بالنسبه لبعضها بتتغير. لحد اللي قلته كده في حاجه صعبه؟ لا تمام كده. هو شكله مش صعب يا دكتور بس الدنيا دخلت في بعضها كده. ايه؟ حتة الراحة دي دخلت القديم مع الجديد مع كله. الخمس أيام لخبطوكوا صح؟ فقدنا الذاكرة. لا هتستعيدها مع الوقت إن شاء الله ما تقلقش. بإذن الله. إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. سنة.
صح صح المحاضرة الجاية تبقى يوم أعتقد 29 رمضان صح؟ عارف ممكن هو أيوة النهاردة 22 إن شاء الله لو ربنا ادانا عمر الأسبوع الجاي، ما هو يبقى يوم الثلاث برضه هيبقى 29 رمضان. 29 رمضان مش إجازة، يعني احتمال 30 رمضان هو اللي يبقى إجازة اللي هو يبقى يوم الأربعاء. ده لو يبقى رمضان اجازة بقى ليه؟ ده وقفة يعني؟ عشان الوقفة ماشي، بس 29 حتى لو كان الوقفة، وطبعا يوم 29 هيبقى فيه رؤية. 29 حتى لو وقفة ما هوش أجازة ماشي، فاحنا عندنا محاضرة إن شاء الله الأسبوع الجاي. إن خلاص شاء الله. أشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الموعد بإذن طب الله. بعد لسه يا دكتور، في هيبقى في محاضرة يوم الأربعاء بخصوص المشروع؟ الأربعاء بكرة اه هو أنا عندي، بس إن طبعا هو كان المفروض عندنا محاضرة امبارح، بس امبارح كان أجازة.